بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم متابعي يوميات أسرة بسيطة في فيديو جديد مليان بهجة وفرحة، فرحة رمضان والعيد. النهاردة جايبة لكم كل الجديد من الخدديات والمفارش، حاجات كده آخر جمال عشان نغير بيتنا على رمضان وعلى العيد. كل سنة وانتم طيبين. وكمان عندنا النهاردة زينة رمضان من أول 5 جنيه. بجد النهاردة فيديو مميز، متحمسين زيي؟ تعالوا بسرعة نتفرج على الفيديو، ولا بقى البيضات القمر دي بالالوان الجديده وعندهم حاجه كده في شغلهم مميزين بيها، بقول لكم عليها جوه الفيديو. مفاجات كتير وحاجات حلوه كتير. بسرعه بقى ندخل على الفيديو، ما تنسوش دعوه حلوه وشير شيروا كتير قوي ولايكات كتير، ونبتدي على بركه الله. بصوا حبايبي، بالنسبه للمكان اللي احنا بنصور فيه النهارده، احنا في اسكندريه. فين في اسكندريه؟ في المنشيه، تحديدا شارع فرنسا. احنا هنا في شارع فرنسا، تمام؟ يعني اللي بيقولوا الساغه عندنا في اسكندريه هنا. لو دخلتي حضرتك من عند جندي المجهول او من اي مكان، اسالي على شارع فرنسا عند الساغه. العربيه اللي جايين نصور من عندها النهارده اهي قدام محمد السيد عبد اللطيف، وفي وشها كمان بصوا زلط مشهور قوي هنا. تعالوا بقى ندخل نتفرج على الحاجات الحلوه ونبتدي على بركه الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابو ادم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ايه بقى الحاجات القمر اللي جايبينها وبتنافسوا بيها السوق اقل اسعار؟ لا حاجات، بص انا هخلي الناس تجيلي النهارده، مش هيجي ماشي النهارده ليه؟ ماشي. بصي اول حاجه، خدديه الستان ديت، ايوه، دي في السوق ب 45. حلو. وش واحد، وش ساده، والوش الثاني عليه كتابه زي كده رمضان. هي دي ستان، دي ستان. انا بقى عندي الوشين مشجرين زي كده عليهم رسومات. حلوه قوي. تمام، يعني تحطيها مره نص رمضان كده ونص رمضان كده. والوشين دي بدل 35 انا ببيعها هنا ب 20. ب 20 بس، بدل كام؟ بدل 35. الله ينور. اشكالها ايه بقى يا ابو ادم بقى؟ لا اشكالها، بصوا يا جماعه، فنانيس في منها حوالي 50 شكل. حلوه قوي. فرج الناس كده عشان الناس برده. انتوا ما عندكمش شحن؟ لا شحن صعب. صعب. تمام. حلوه قوي. الله، الوان جميله بصراحه، حلوه قوي على الوشين بقى. على الوشين، ايوه فعلا جميله. الله، عمو فؤاد كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، دايما بجيب لكم الجديد كله، ربنا يوسعها عليك يا ابو ادم. وفي بقى القطيفه، ايوه. بصوا يا جماعه، احنا كل التشكيله اللي شفناها دلوقتي دي الستانات، عايزه اقول لكم تحفه. الستان الحلو اللي هو ايه، مش يعني خفيف. دي بقى قطيفه. القطيفه دي الوش الواحد بتاع ب 45. تمام. انا عندي الوشين ببيعهم ب 25. الوشين ب 25 يا جماعه، 25 بدل 45. جميله قوي القطيفه دي. الاثنين بقى الوشين ب 25، اشكالهم ايه بقى؟ 50 شكل. الله، جميله. الله ينور عليك، جميل قوي، حلو. كل دي اشكال، كل دي اشكال جميله. ايه تاني بقى؟ دي كل اشكالها اهي. بصوا يا جماعه الفوانيس دي وجمالها بقى، الله اكبر، شغل رمضان على الحق بقى. بصوا دي تمشي مع الديكور بقى بتاع بيوتكم وكده، فرحوا بيوتكم بالحاجات اهو، جايبه لكم ارخص الاسعار. ربنا يوسعها عليك ويرزقك يا رب. امين يا رب. عندي بصوا يا جماعه، الفرع ده في السوق بيعمل 15 جنيه الواحد، الفرع الواحد ده كم متر؟ ده 5 متر. عندنا ببيع الفرعين ب 15 جنيه، يعني الفرع ب 7.5. الفرع ب 7.5 في السوق ب 15 جنيه الواحد. حلو قوي. انت بتبيع الاثنين ب 15. الله ينور عليك. في اشكال كتير، في منه حوالي 10 اشكال. تمام. في بقى منه اشكال رمضان كريم، ايوه حلو قوي. في منه مثلثات، الله ينور عليك، زي كده مثلا. بصوا يا جماعه، كتير. حلو قوي، شايفين الجمال صراحه. كمان ده لسه في حاجات كتير قوي غير الاشكال دي. في دي بقى كمان المناديل دي. الفرع ده كم متر وبكام؟ 5 متر. ببيعه ب 5 جنيه بس. ب 5 جنيه يا جماعه. يا جماعه احنا النهارده معانا اسعار من اول 5 جنيه. بصوا الجمال وفرحه رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. يعني 5 جنيه ممكن تفرحي البيت كله. في بقى منه ساده زي ده كده، وفي منه اللي هو الخياميه اللي في الخياميه، وفي الساده اللي هو بتبقى الوان بقى اخضر واصفر وكده. بس الخياميه بيبقى عسل، بيعمل جو جميل. بصوا يا جماعه، بصوا الجمال، حلو. الله ينور. ايه تاني عندنا الاشكال الحلوه دي؟ دي اللي هي اللي بتتلزق ستيكر. حلوه قوي. تمام. ممكن تتعلق من هنا عشان لو حلو، يعني ممكن تتعلق وممكن تلبس، ولا فيهاش دبل فيس؟ بتتعلق بس؟ بتتعلق. حلو، ماشي تمام. دي خشب يا جماعه على خشب. فكره دي بكام دي يا ابو ادم؟ ديت بصي في السوق ب 25 35. تمام. انا ببيع هنا ب 20. ب 20 بس. حلو. 15. وفي منها ب 15 واحده بس، وفي منها ب 10. طب ورينا الحاجات دي عشان الناس تعرف. يعني القمر دي بصوا دي ب 25 صح؟
حلو، تعالى اوريكم بقى كمان اللي اقل. لازم نفرحكم والله العظيم باذن الله. ايه ده بقى؟ ده جليتر، ده بتاع لازم دبل فيس. دي ب 25، دي ب 25 ب 15 هنا. ربنا يرزقكم يا رب ويوسعها عليكم. دي ب 20 ب 10 جنيه. دي ب 10 بس يا بنات، دي بصوا مكتوب عليها رمضان كريم وطمطم بقى. دي اقل واحد في السوق بيباع ب 20. ايوه صح، ب 10 جنيه بس يا حلاوتكم والله العظيم. ماشي يا بنات. ب 15. ايوه وريها فين هي؟ ورونا كده، خلي الناس كلها تفرح يا عم. ام 15 كمان الخداد. ايه ده في خداد ام 15؟ قال لي وش واحد اللي بتتباع في السوق. ما قلتليش عليها، مش تورياني. نسيتها دي خالص. ماشي، بصوا يا جماعه الخداديه بتاعت رمضان ب 15 بس. دي بقى اللي هي الوش الواحد اللي بيقول عليه، وش ابيض ووش وش عليه بقى حاجات فنانيس والحاجات بتاعت رمضان. تمام، الله ينور عليك. ايه تاني بقى وانت طيب يا محمد؟ 5 متر. بصوا بقى، احنا خلصنا من حاجه رمضان، ندخل بقى على حاجات توضيبات العيد. عندكم ايه بقى؟ عندي طقم. ايوه 10 قطع. حلو قوي ده. 10 قطع. 10 قطع، الله ينور عليك. الوانه بقى، الوان ست الوان. الوانه ايه بقى عشان الناس تعرف؟ عندي نبيتي. ايوه وموف وكشمير وفوايت وكحلي ومسترد وجمال. ده انا دلوقتي هفرجكم على شويه الوان تحفه، الالوان اللي بتجيب البهجه كده والفرحه. 10 عباره عن ايه؟ الكنبتين، كرسي وست مناديل. وست مناديل، الله ينور عليك. تمام، حلو قوي كده. 10 قطع. فين الوانهم بقى؟ عايزين نشوف كده الالوان بتاعتها، نشوف عشان الناس برضو تبقى عارفه. بيتباع في المحلات ب 275 و 250، انا ببيعه هنا ب 175. جماعه ده ب 175 ال 10 قطع. بصوا هو جاي على قطيفه شويه كده، حلو خامته كويسه. تعالوا هاتوا كده بقى يلا عشان تفرحوا نفسكم. ده الفن المحروق. ده المسترد. الفيديو اللي فات ما خلاش حاجه على العربيه ما شاء الله. ده المسترد، ده حلو قوي. ده كحلي. ده كحلي، الله ينور عليك. ده الفن المحروق، الله ينور. حلو، ايه تاني بقى؟ بصوا بقى شغل رمضان كمان، لو عايزه تغيري الايات الحلوه دي. ده برواز، ده في التعليقه بتاعته سحريه غير اللي بتبقى متعلقه. يعني ايه بتتعلق ازاي؟ بتتحط فيها ماسوره من ورا وتتربط باي حاجه وتتعلق. وتتعلق يعني دي بتتعلق في ماسوره. الله ينور عليك. ودي الاوف وايت، حلوه قوي. تمام، ده النبيتي، الله ينور. ده بالنسبه للي هي ال 10 و 175. ده الكافيه. ده الكافيه، حلو الوانكو حلوه اهي. كشميه بقى، الله ينور. طبعا من دي في منها كذا شكل، اللي هي كل هو الله احد، وفي اشكال تانية يا محمد غير كل هو الله احد او ابو ادم. رمضان كريم وبالوانها. ايوه بصوا يا جماعه، رمضان كريم دي، الله ينور، حلوه قوي كل الالوان. وفي شكل تاني اهو. تمام كده، اللي هي الحاجات اللي بتتعلق دي على الماسوره. دي قلنا بكام دي؟ دي 85. 85؟ تمام، الله ينور عليك. ايوه الايات سعر واحد. حلو قوي. كان عندكم الفوانيس المره اللي فاتت. بصوا يا جماعه، في حاجه زي كده بقى اكبر شويه، دي برده بتتعلق ولا دي بتتفرش ولا ايه؟ ممكن تعلق من 110 لحد 145 على حسب ايه بقى؟ حسب الخامه. الخامه من 110 من 110 ل 145 ل 145 يا جماعه، دي على حسب الخامه بتاعتها، تتحط على ترابيزه. الله ينور. في ايه تاني منها؟ بصوا لون تاني. ايوه ورينا كده الحاجات الحلوه. ايوه الله ينور. ايه تاني بقى؟ بصوا يا جماعه، دي بقى بتتعلق ولا ايه يا محمد؟ بتتحط على ايه؟ على باب شقه، على باب اوضه. بكام قلنا؟ 45. ب 45، ورينا اشكالها بقى. عندنا الخمسه وخميسه، هي خمسه وخميسه بس. تمام، وبصوا بقى دي كمان حلوه قوي، دي ممكن تتفرش على ترابيزه كبيره، ممكن ايوه. طب تمام، حلوه قوي، الله ينور عليك. كده الفانوس ده برضو بيتفرش مفرش، بيتعلق. حلو قوي. بكام بقى ده؟ ده ب 50. ده ب 50. ده هاند ميد. هاند ميد يا جماعه، الحاجات القمر دي، الله ينور. ايه الشغل العالي ده؟ حلو جدا. تمام، ايوه. في برضو بيضات دي بتمشي كلمه. دي على الكنب وعلى الارض، بتمشي كل حاجه. حلو قوي. دي كام في كام؟ 70 عرض في 2 متر طول. 70 عرض في 2 متر طول، اللي هي المشكله المخططه والساده. الساده ديت دي 80 ودي 85. دي يا جماعه اللي هي المخططه ب 80، في منها طبعا ده يعني ابو ادم بيجيب لنا شكل، في اشكال ورا كتير هبقى افرجكم عليها. واللي هي الساده بكام؟ الساده 85. طب ممكن نشوف الوانها، اجي لكم ورا حتى نشوفها. بصوا يا جماعه، بصوا الالوان اللي موجوده، بصراحه حاجه هنا جميله قوي. في بقى حاجه ميزه، اي مفرش انت بتشوفيه بره من غير ال يعني الفرنشه دي. الفرنشه انت اللي بتعملها يا ابو ادم صح؟
الله ينور عليك. يعني مش هتلاقي عند حد بره. بصوا الالوان وجمالها بقى في الغسيل وكل حاجه حلوه. والله ينور. وده عامل 50. وده عامل 50. ايوه ده ب 50. في من الالوان متر في السوق بيتقطع على متر و70. انت عندك 2 متر ظبط. الله ينور. دي الالوان الجديده. ده اللون ده الجديد اللي بتقول عليه. كل الالوان دي الجديده. بصوا بقى الالوان الجميله دي. طوله كام؟ 50 طوله 2 متر في 70 عرض. حلوه قوي. بصوا يا جماعه حتى الاسودات الناس اللي بتحب الغوامق موجود. الله ينور. وطبعا زياده الفرنشة القمر اللي هي عليه دي حلوه قوي. دي الكبيره بتاعتها شغل السدو العربي. شغل الايه؟ سدو عربي. الله ينور عليك. بتتحط في الخيام والحتت العربويه. بكام دي؟ دي بتعمل 100 بدل 150. تمام 100 يا جماعه بدل 150. خلي ادخل جوه محمد شويه لو سمحت. ايوه ب 100. ب 100 يا جماعه بدل 150 في جميع الوانها. كل الالوان دي في منها كبير. كل الالوان الحلوه القمر دي في منها الوان. بصوا الجمال. يعني انا عن نفسي اللون ده خطف قلبي. جميل قوي. جميل. بصوا كمان الزيتي يا جماعه حاجات اشكال والوان. ودي زيها اللي هي اللي كان محمد فاردها. ده الشغل السوري بقى. ده الشغل السوري حلو قوي. كمان ده بتتفرش ممكن على سرير على ارض على كنب. حلو قوي. دي بكام وكام في كام؟ دي متر ونص عرض في 2 متر طول. متر ونص عرض في 2 متر طول. الله يقوي. في خامات. في منها خامات. في منها ايه؟ من 145 لحد 175. تمام حلو. اللي معاك دي بكام؟ ديت 155. 155 الوان بقى واشكال. بصوا بصوا يا جماعه الالوان وشياكتها وجمالها. متابعيني واقفين معايا على فكره. بصوا الاحمرات دي ايه بقى؟ اللون ده عشان بيخطف العين اللون ده. ده بقى شغل السدو اللي بقول لحضرتك عليه. ايه السدو بقى ده؟ ده الجديد هنا بقى. بصوا يا جماعه الحاجات دي اول مره اصورها. شغل السدو ده. بصوا العربي بقى الشغل العربي. الله. بصوا الحاجات دي انتوا لازم تصدروا الحاجات دي بجد والله. حاجه اخر جمال. ينزل ياخدها مننا في الدول العربيه. مش كده؟ دي بكام دي يا ابو ادم؟ دي ب 50. بدل 75. بدل 75 ب 50 بس. الوانها ايه طيب؟ غير الاحمر. هو بصي بيبقى نازل ثلاث الوان بس. ايه؟ النقشه دي؟ ثلاث الوان. اللي يهمنا كبير؟ ماشي. دي ايوه دي نقشه ودي نقشه. حلو قوي. الله ينور. ماشي. لسه ما دام مول. ده اللون الثالث. دول ثلاث درجات. الثلاثه باي واحده فيهم ب 50. حلو قوي. انما دي ما فيش منها الا الاحمر بس اللي عليها سيفين. هم نازلين كلهم من الارضيه حمراء. ايوه تمام. حلو قوي. الله ينور عليكم. بصوا يا جماعه كل الامارات والحاجات دي الحقوا بقى خدوا الحاجات اللي هي بتبقى ايه حاجات يعني مش عند اي حد بصراحه. ابو ادم بتفتحوا من امتى لامتى وكل يوم ولا ايه؟ 11 الصبح لحد الساعه 10 بالليل. كل يوم. كل يوم بعد الحد ان شاء الله. بعد الحد. تمام. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.